ما الحكم في من أوصى بثلث ماله؟ كما هو معروف وكما وضحت حضرتك أن الوصية تجوز إلا في الثلث، والثلث كثير كما وضح نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ما الحكم في من أوصى بثلث ماله ثم ظهر عليه دين عقب وفاته؟ هذا الدين الذي ظهر استغرق أو أخذ كل التركة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الوصية إنما هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت. وإذا ما تصورنا الوصية فإنما نتصور أن الإنسان هو على قيد الحياة، إنما يوصي بأن يخرج الورثة من أمواله التي كان يمتلكها وهو على قيد الحياة مبلغا معين أو نسبة معينة من هذا المال. وعلى هذا، وحتى نتصور صحة الوصية، يجب علينا أولا أن نتصور أنه يمتلك بالفعل هذا المال. أما لو أوصى فيما لا يملك فإن وصيته لا تنفذ. لماذا؟ لأن للإنسان أن يوصي في حدود ما يملك. فلو تصورنا أن شخصا ترك 100,000 وأوصى بأن يخرج من هذا المال ربعه أو ثلثه مثلا، ولكن بعد وفاته اكتشفنا أن عليه دين يساوي 100,000، فنسأل نفسنا في هذه الحالة سؤالا، هل هذا الرجل بالفعل كان يمتلك هذا المبلغ أم أنه ما كان يمتلك هذا المبلغ؟ إذا ما أردنا أن نجيب على هذا السؤال فنقول أنه بالقطع ما كان يمتلك هذا المبلغ. لماذا؟ لأن أمواله التي كانت تحت يده إنما كانت كلها مشغولة بسداد هذا الدين. وعلى هذا فإنه إذا ما أوصى في هذا المال الذي كان يملكه وكان مشغولا كله بهذا الدين، إذن فهو قد أوصى فيما لا يملك. نعم. وعليه فإن الدين مقدم على الوصية، فيجب علينا أولا أن نسدد دينه، فإذا ما وجدنا أن الدين كان مستغرقا للتركة كلها فنقول في هذه الحالة أنه لا يوجد مال يكون محلا لهذه الوصية، وعليه فكأنه لم يوصي بشيء في حقيقة الأمر. المسألة تختلف إذا كان المتوفى أو الموصي يعلم بحقيقة هذا الدين أثناء الوصية من عدمه، بمعنى أنه ربما لا يدرك أنه كان مدين لشخص ما بهذا المبلغ الذي يستغرق كل تركته أثناء وصيته. هل الأمر لا يختلف. يعني إذا ما كان يعرف على وجه اليقين أنه مدين بمبلغ معين، أو أنه ظن أن دينه أقل من ذلك، أو أنه كان يظن أن التركة تؤدي الدين وزيادة مثلا، ولكن بعد وفاته اكتشفنا أن تركته لا تؤدي هذا الدين، بل إن التركة كلها مشغولة بهذا الدين وعند آدائه فلن تكون هناك تركة. نعم. فالأمر لا يختلف أبدا والنتيجة واحدة.